أهلا بكم. سنتعلم نطق هذه الحروف، لأن الكثير من الأشخاص عندما يسألهم أحد عن كيفية كتابة اسمهم مثلا أو كتابة كلمة معينة يحتاجون إلى نطق واستخدام نطق هذه الحروف، لكن يرتكبون أخطاء في بعضها. لذلك سأبدأ بالأصعب منها أو الكلمات الحروف التي يرتكب فيها الأخطاء بشكل أكبر. الأول هو إي، هو هذا الملون بالأزرق. إي إي آي، هذا ينطق آي آي. أو، هذا الحرف ينطق أو أو. هذا الحرف ينطق يو يو يو. هذا الحرف واي واي واي. دبليو دبليو دبليو. أما الحرفين الآخرين اللذان يرتكب فيهما الخطأ بشكل كبير هو جي، هذا ينطق جي وهذا جاي. جي جاي جي جاي. الآن سننطقها كلها بشكل كامل من البداية. A B C D E F G H I J K A L عفوا M N O P Q Q. لاحظوا نطق هذا الحرف Q. R S T U V W X Y Z.